الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. زكريا عليه السلام حكى ربنا عنه الكلام في سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني أذكر رحمة الله على عبد زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، وده أبلغ، نادى ربنا نداء خفي. قالوا كان زكريا معه ناس تركهم لحد ما ناموا، وقام في الليل قال: يا ربي يا ربي يا ربي. قال الله: لبيك لبيك لبيك. قال: إني وهن العظم مني، وهن العظم. السعدي عليه رحمة الله قال: وهن العظم دلالة على وهن الجسم كله. وهن العظم مني، كبرت يعني، واشتعل الرأس شيبة، وده دليل الموت. واشتعل الرأس شيبة، ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني يا ربي قبل كده أنا ما دعيتك وما استجبت لي، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، ذرية من بعدي يحمل هذا الدين، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. سبحان الله، الأسباب اللي ذكرها دي كلها هي من العوامل المانعة على الإنجاب. كبر في السن، وهن العظم منه، قلت شهوته، إذا وهن العظم، امرأته عاقر، بعد يقول له ربنا: فهب لي من لدنك وليا. الإنسان ما يأس من رحمة ربنا، وده السبب اللي بيخلي كثير من الناس يمشوا للدجالين ويمشوا للمشعوذين ويندهوا غير الله. ليه؟ لأنه شعر إنه ربنا ما ممكن يقبل منه، ودي صعبة. ما صعبة، ما أبدا ما صعبة، أسهل الله. قال: وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث عنه النبوة. سبحان الله، زكريا عليه السلام من خيرة أنبياء بني إسرائيل، وكلهم أخيار. زكريا يعتمد في دعائه فيما لا يقدر عليه إلا الله، على الله. وفي كسبه الدنيوي يعتمد على عمل يده. في البخاري: زكريا كان نجار يأكل من عمل يده عليه السلام. يسأل ربنا مع ده الولد اللي دايره، ما لسبب دنيوي، إنما ليحمل عنه الدين. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. سبحان الله، ربنا قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال السعدي، وفي هذا مناسبة لطيفة: لما أراد زكريا عليه السلام، هو خلاص خاف من الموت وكبر، داير من يحيى بعده، من يعيش بعده ويحيي الله به الدين، ربنا بشروا بغلام سماه يحيى. وفي هذا حياة لذريته من بعده، وحياة للدين من بعده. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. سبحان الله، أراد أن يطمئن، قال: ربي اجعل لي آية، يعني علامة أعرف بها الإنجاب. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. سبحان الله، ما يتكلم، مش ما يتكلم مطلقا، ما يتكلم مع الناس، أما في الذكر والعبادة بيذكر وبيعبد. لأنه بعديها قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
عشان ما تتخيل انه السكات ده قد يكون عباده، لا، زي ما جاء عندنا في السودان هنا في الجرايد كاتبين ولي صالح قال 7 سنوات ما بيتكلم صامت. المصمت شنو 7 سنة؟ وده دين هسه ولا دي كرامه ولا دي عباده لله؟ زكريا عليه السلام ما يكلم الناس لكن يذكر الله، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. هناك ربنا سبحانه وتعالى قال ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، ربنا صلح زوجه تلد، ووهب له يحيى واصلحنا له زوجه. في نهايه الايات قال انهم كانوا دين الانبياء يسارعون في الخيرات، مع انهم انبياء، مع انهم انبياء يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا في الخير من عند الله ورهبا من عذاب الله وكانوا لنا خاشعين. وفي هذا عباد الله موعظة لنا، نتضرع لربنا نسأل الله خزائن واسعة. ربنا سبحانه وتعالى قال وكأي من دابة، دي ما زيك انت، قال لا تحمل رزقها، السعدي قال ما بتدخر، نحن الآن عندنا قروش في البنك وعندك زاد في البيت قاعد ورزق بتاع كم يوم بل بتاع سنين ومخزن مالك وبعد ده خايف من الرزق، وانت مخزنه في البنوك ومخزنه في بيتكم ومعايش وكده وعندك ممتلكات بيوت وكده. الله قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أها بتموت جوع، قال الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إلجأ لربنا، تضرع إليه، أظهر الفقر بين يديه، ولا تلجأ لغيره لعبد من عبيده كائنا من كان، ولو كان رسولا ولو كان نبيا ولو كان من الصالحين، هم عباد، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيد مستور، اللهم اقض حوائجنا ورد غائبنا واشف مريضنا وأجبر كسرنا، اللهم انزل علينا الخير من عندك مباركا طيبا، علمنا علما ينفعنا وارزقنا إخلاصا يرفعنا، اللهم اكرمنا بالتوحيد ولا تذلنا بالشرك وبالمهانة يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، أحينا عليه وأمتنا عليه وبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.